كوكو البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين خوتي العائله؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن حال. المهم بديت معكم هذا الفيديو البنات، يعني حتى العشيه عاد صورت الصباح. البنات كان عندي التليفون خاوي من الشارج. المهم انا حتى العشيه البنات وخرجت شويه لينا وجيت لهنايا للبيم. انا كنت محتاجه ناخد، كنت دخلت الكتالوج ديال البيم حيت كينزلوا كل جمعه كيجيبوا الجديد. المهم كنت شفت واحد البلاطوات زوينين، داكشي علاش جيت. وكنت باغا ناخد المنظمات ديال الثلاجه. المهم فاش جيت البنات ما لقيتش دوك البلاطوات. هادشي اللي لقيت عندهم، كاينه البنطوفات زوينين في جوج الالوان، كاينه هاد المارون، كاينه واحد اللون في الغوز بيبي، وواحد بحال المخيدات ديال، المهم مخيدات داعمين للظهر ديال لي بيبي، حتى هما زوينين في الالوان. والمهم هادشي اللي لقيت. وكانوا دايرين في الكتالوج برا الماكينه ديال المواعن لداخل، ما لقيتهاش، يمكن بنزل على يجيبوهم. المهم ديال بنيطيف في هاد اللوينات هادو زويونين. المهم انا بالنسبه لي انا باقي عندي بنطوتي ما خديتش، لقيتهم جايبين هاد الفنيجلات هادو، كنت غناخد منهم ولكن يعني صغار بزاف. هاك القهيوه بصافي ولا الضياف. المهم الالوان ديالهم زوينين وكلشي، ولكن جاوني هنا صغار بزاف. وجابوا هاد الكيسان البنات ديال العصير، هادو زوينين غزالي الكيسان، عرفتو داك ديك الرسم اللي فيهم على برا وداكشي، جداب زوين. ولكن بالنسبه للكيسان البنات انا عندي ديال العصير ديال الضيوف. صافي لقيت هاد البلاك هادي ديال الشعر، مشط يعني كهربائي، هانتوما غزالة. المهم انا كنحل باش نوريكم. عرفتو هنا البنات ما كنتش صورت الصباح، عرفتو لقيت التليفون طافي في الزيرو، داكشي علاش ما بديتش معكم من الصباح. وفهاد الروتين ديال العشية بديت معاكم تاع المول الغدا، تكيت شوية. وفاش نط لينا بغات تخرج شوية، عرفتو هاد السيمانة حمقاتني كل عشية خاصها تخرج، قلت لها راه ماشي كل نهار الخروج. المهم جبتها معايا وجينا. والمهم قلت نبدا نتصور معاكم، نشارك معاكم باش نحط معاكم شي فيديو اليوم، وغير قبلوا عليا هاد الايامات راني مشغوله ما بين الخدمه وما بين الدار، ولكن واخا هكاك تنصور باش ما نغيبش عليكم. لقيت هاد البيجامات زوين في اللوين هذا في الكري، وصافي هادشي اللي كاين. وهنا راه غادي نمشي لواحد بيم واحد اخر البنات، مشيت واحد المسافه ديال نص ساعه هكاك، تمشيت انا ولينا. المهم فاش مشيت عاوتاني ما لقيتش دوك المنظمات اللي كندير فيهم الخضره وداكشي في المجمد، ما لقيتش. وصافي المهم خديت هاد الوقيته هادي فاش كنا غاديين انا ولينا. القهوي عامرين كان لاعب الماتش ديال المغرب مع تنزانيا ديك الوقيته، فتو القهوي عامرين، الدنيا عامره في القهاوي. المهم تنوريكم، جابوا هاد الكراكوسه ديال الخضره ديالي البنات، بلات ليا ولات حالتها. المهم هادو عاد جابوهم، كاينه في هاد اللون وكاينه واحد اللون خضر خزيل. المهم هادي الثمن ديالها راني عقلت معاكم. اللون الثمن ديالها يمكن 200 و يمكن 299 درهم بحال هكاك، ولا 219، المهم فوق 200. وصافي من بعد من هنا راه رجعت البنات من داك البيم الاخر، وصافي هنا دايزين البنات حدا هاد الريستورو، ولينا مسكينه شمت الريحه ديال البيتزا، ومع مصورين داكشي ديال البيتزا من على برا هكا كيبان. قلت لها واش تاكلي البيتزا؟ بقات فيا مسكينه وعييت مع تمشينا بزاف. قلت لها يلا دخلي نجلسو. المهم دخلنا انا ولينا وضمنديت لها واحد البيتزا هكا صغيره. وهاد الوقيته كان لاعب الماتش، وبقينا جالسين انا ولينا هنا حتى سال داك الماتش، وعرفتو هذا الشيء اللي خديت من بيم الاخر البنات. خديت هذا راكم دائما تشوفوه عندي، تنظف به البوطه، عرفتوا واعر. وحتى بالنسبه للحكان ديال المواعن عندي واحد الكوكوت راه ولات حالتها. المهم كنستعملو حتى الالومنيوم، وخديت ديك هكا ديال البلاستيك دوك ديال المجمد ميكات، كاينه الكبار وكاينه الصغار، انا خديت غير هادو الصغار. وداك الشامبوان حتى هو تقاده، المهم خديت منه. وقلت لكم هاد الوقيته جلسنا وكلينا البيتزا انا ولينا، دوموندينا على وحيده صغيره مع مونيده وصافي. المهم بدلنا شويه روتين. وفاش داك الولد اللي سربانه كان تخاطر هو وداك المول المحل اللي في جنبه كيبيع الموان، قال ليه المغرب ما غاديش يربحو وديما نتا وديما نتا يحشمونا.
ايوا قال ليه الا قال له لا، قال له المغرب غادي تربح، و الا ربحت غادي تعطيني بيتزا. ايوا صدقت المغرب ربحات، وصدق من هذا الريستورو ودالو بيتزا عرفتو غدا قداش، ديك مولاتي يمكن 1400 ولا 1200 تخاطر هو وياه. ايوا المهم استمتع يعني باللي انا ولينا، وهنا راه وريتكم داكشي اللي خديت من بيم، ولينا تتحماق على البيتزا. المهم انا باغا نصايب ليها، غير الوقت ما كايناش، المهم غنصايب ليها هذاك، نصايب لها دوك اللي كيكونوا صغيورين هكا تبقى تديهم معاها. المهم لينا اليوم ما قراوش، وغدا ان شاء الله عندهم حفله. المهم عجبها الحال فاش خرجتها وشريت لها الشوكولاته، وكانت فرحانه بزاف، فرحت بزاف بزاف. والمهم هنا كنسلم عليكم كاملين بزاف بزاف، وكنقول لكم عافاكم الا جات على خاطركم تدخلوا عند الاخت صاحبه قناه يوميات حنان من مصر. المهم انا غنخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها عندي في التعليق. كنتمنى تنوروا هاد الاخت هذه يوميات حنان، راها صاحبتي وكتسكن في مصر وعزيزة عليا بزاف وظريفة بزاف. كنتمنى يعني نشوفكم عندها كاملين، وهي يعني إنسانة صادقة ووفية بزاف، ويعني وكنعرفها يعني ركتار من عام ونص دابا. المهم كنتمنى تنوروا قناة يوميات حنان، ومن هنا يا حنان بسلم عليك كتير كتير. والمهم هنا البنات من بعد ما سالينا من ديك الزردانة ولينا ديال البيتزا، صافي جينا هنا لعند مول 5 دراهم. المهم كان عندي شي صريف هنايا، صافي دخلت خاصني فيني داك الشيء اللي عندي في الجيب. المهم دزت عند دوك ديال 5 دراهم، وجينا عاوتاني هنايا الخدمه انا ولينا دزنا، وكنوريكم تاني شنو خديت. خديت من عندهم هاد القلم، هذا البلاتي غنستعملو بالنسبه للايلاينر، كان عندي داك السائل ولكن دابا حنا يعني كنستعملوه في المدرسه. يعني خديت هذا قلم يعني غادي يسهل عليا باش نبقى نخدم به، وصافي خديت واحد الكويسي الاتاي هنايا عاوتاني من بعد هنا راه واكلي البيتزا انا ولينا، ولينا هنا راه جالسه حدايا هي فرحانه. المهم ان فاش دخلت عندك ماين 5 دراهم خديت هذا البلاطو، هذا عجبوني البنات عاد جابوهم، هذا ب10 دراهم عرفتو جايبين داكشي ديال 10 دراهم زوين. وخديت هذا، هاد البلاطو هذا شاف هاد الشكل هذا، ولكن البلاطو راه ماشي كبير بزاف، عا كيبان لكم في التصوير كبير. المهم هذا بحال هكا لا كانوا الضياف تحطي فيه الماء، تحطي فيه حليوات، المهم زوين عجبني بزاف. خديت منهم جوج هاد اللي ضاير، وخديت هذاك اللي مربع راه شحال هادي ما خديت شي حاجه ديال الموان. المهم هاد الاشياء باش خرجنا ما كانش شي شتا ولا شي حاجه، كان الجو زوين، وهنا راه كنسمعوا الغوات وداكشي ديال الماتش. المهم مبروك 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 علينا الفوز ديال المنتخب ب3 ضد المنتخب ديال تنزانيا. المهم الله يلا فرحتنا بزاف باش ربح المنتخب ديالنا، والله حسيت بواحد الفرحه. وكلشي كان فرحان، والدنيا في العشيه مع مثال الماتش، كلشي خارج من القهوي، واحد الجو زوين في الشارع. المهم خديت هذا الكويس هذا، غنبقى ندير فيه قهيوه ولا ندير فيه شي عصير، حتى هو خديته ب10 دراهم اللي نعجبها هذا الكويس. المهم هادو هما المشتريات البسيطه اقتصاديه. والمهم كنسلم عليكم بزاف بزاف، المهم شاركت معكم حطيت معكم فيديو اليوم ما غبتش عليكم، وربي يخليكم ليا. وكنشكركم بزاف على التعليق ديالكم كاملين وحده وحده، كلكم خوتي والله، كنسلم عليكم كاملين. المهم هاد البلاطو هذا اللي عجبني بزاف، تف هكا في يعني غير بعيد على التصوير، يعني فاش كيكونوا هكا مباشره زوينين جذابين. المهم هادي كنت كنقلب كنقلب هنايا يعني الماركه مكتوب فيهم ديال تركيا. المهم انا ما شريتش باش مشتريات كثيره، داك الشيء اقتصادي وصافي، الواحد تيشري شي حاجه كتي تيفرح راسو تيفرح، انا بخلي خد شي حاجه بسيطه تفرح. المهم الفيديو دابا راه قرب يسالي، وكنشكركم بزاف على المتابعه، وكنتمنى تقبلوا ليا على هذا الفيديو. ولينا راه كنحضر فيها الباكله، صافي راه اليوم ما بقيتش باغي نخرجيني، نخرجك مره في السيمانه ولا جوج. المهم شحال ضحكنا انا ولينا، وعجبها الحال في الخريجه. وصافي هذه اللي ساق البنات كناخذها، هذه بالنسبه كنلصق بها الاظافر، كنستعمل هذه دايره 5 دراهم، ما كنبغيش ندير ديك اللي قويه بزاف، هذه فاش كنبغي نحيدهم يعني ساهله كتعذب ما والو، حيت انا ما تنبغيش نخليهم يعني في الاصابع ديالي يعني بزاف مده طويله في الاظافر.
هادو كاينه هادي وكاينه وحده اخرى في تيكي ديالها في الزرق، زوينه بزاف وعندها واحد البانسو يعني كتسهل. ايوا وهنايا البنات راه حنا حبيبي غاديين ماما. نرجعوا في حالتنا عاوتاني للدار، وهنا خديت لها الشوكولات اللي دارت حمار على الشوكولات، راه العقل ديالها هو الشوكولات. ايوا صافي هنا غادي نرجعوا بحالاتنا هنا الليله البنات، انا كنسهل الماتش وكل شيء وحنا راجعين بحالاتنا بالليل. يلا دوال الروتين المسائي هكا دوزتو خوتي، وتهلاو ليا فراسكم وندخلوا على بعضياتنا وندعموا عند بعضياتنا والله يخلينا لبعضياتنا، وشكرا لكم بالمشاهده ديالكم، وما تنساونيش من التعليق. يلا باي باي.